إذا رأيت مراهقاً أو شخصاً بالغاً يصاب بهبوط فجأة، فمن المهم أن تتصرف بسرعة. المساعدة في إنقاذ الحياة أسهل مما تظن. ليس عليك سوى أن تبدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط. تتمثل الخطوة الأولى في أن تطلب من شخص ما أن يتصل برقم الطوارئ المحلي والحصول على مزيل رجفان خارجي آلي، أو الاتصال برقم الطوارئ المحلي بنفسك ووضع هاتفك في وضع مكبر الصوت حتى يتمكن المسؤول من مساعدتك. ثم تعامل مع المريض مباشرة. ضع راحة إحدى يديك على منتصف الصدر وضع يدك الأخرى على يدك الأولى. بعد ذلك اضغط بشدة وسرعة على منتصف الصدر حتى تصل المساعدة. من المهم أن تضغط بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة، وهو تقريبا نفس سرعة إيقاع الأغنية التي تستمع إليها الآن. تذكر أن تتصل برقم الطوارئ المحلي وأن تطلب من شخص ما أن يجلب لك مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ثم اضغط بشدة وسرعة على منتصف الصدر حتى يصل مزيل الرجفان الخارجي الآلي والمساعدة. تصرفاتك يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة.